صباح خير. اول نهار اللي غادي ندير الخيمه في باكستان هو هذا. انا دابا في واحد البلاصه بعيده على واحد المدينه سميتها جلجت، تقريبا بواحد 40 كيلومتر هكاك. البارح خرجت من هذيك الفيلاج ديال العليابات، ومن بعد جلجت ان شاء الله غادي نمشي لواحد المدينه سميتها ساكردو. ليلة دازت مزيانة الصراحة، ما جا عندي حتى واحد قال لي علاش ديال الخيمة هنا ولا شي حاجة. البارح فاش وصلت هنا كندير الخيمة كانت تطيح الشتا. دابا غادي نصيف الفطور ان شاء الله باش غادي نكمل الطريق. عندي هاد البوريج هو اللي غادي نفطر به، كاين اللي كيكون مطحون هذا حبوب. غنتسنى الماء يسخن شوية وغادي نخوي فيه، وغادي نزيد معاه البعويد حتى هويا. البعويدة خمجات من البارح اليوم شريتها في عشية، وغادي نزيد معاه شويه ديال القرقاع نهرسو بحال هكا. انا جيت ناعس قريب للطريق اللي كدير الدوار، واحد البيستا هنايا فكيدوزو الناس بزاف من هنايا، ولكن ما جا عندي حتى واحد. اغلبيه اليوم عندي غير نزله حتى لديك المدينه ديال غيلغيت. هادشي جا عامر الوان هنايا، الصفر الليموني القهوي. الناس من الدوار جاو كيتفرجوا فيا. من بعد ما كانت هرست لي هذيك الخيمه الاولى، فدابا جا الدور ديال البورت باجاج. حتى هو البارح لقيته مهرس، انا نوريكم. المهم هذا بانيتو دابا هو تقسم من هذه البلاصه. هذا بانيتو غير بهذه العيبات هذه باش ما يبقاش يتزعزع، ودرت ليه هذا السكوتش هذه مع جديت وما كيبانش دابا مزيان، ولكن راه كيبان هذاك البلاصه من مهرس فوق من الفيس تهرس من هنا. ها هي فهادي ولات كامله كتمشي وتجي. اي سديتها بهاد العيبات هادو، دابا خصني نسوديه. انا صعيب باش تلقى شي بورت باجاج يعني صحيح ومزيان بحال هذا هنايا. هو صحيح ما عرفتش كيفاش تتهرس الصراحه. فاش جيت بيت نهز البيكار البارح درت فيها السيكان في الطريق كنسمع التخرقيب، جيت تنقلب لقيتو مهرس. معرفتش شنو اللي خلاه يتهرس الصراحه، ولكن دابا مزيان يعني نديباني به حتى نوصل لاسلام اباد ان شاء الله. عاد غادي نشوف شي واحد يسودي ليا، لانه هذا ماشي حديد، هذا مخلط حديد وفيه ما عرفتش شنو هو هذاك، واش اينوكس ولا الومنيوم. ما فايت مهرس ليا واحد كان عندي القدام وكنت سوديته، ما كيتسوداش السوداج عادي ديال الحديد، فكيتسودا بالغاز. المهم حتى من بعد غادي نسوديه ان شاء الله. كاينه واحد الشجره ديال العنب هنايا، جا واحد السيد راوي قال لي واش ما كليتيش هنايا العنب؟ قال لي خذ اللي بغيتي. غنشوفو دابا شي عنقود اذا قدرنا نجبدوه. سي راوي فين كيبان باين. هاو عاوتاني، هاو عاوتاني واحد العنقود عامر عنب، ولكن هذاك الشي بعيد. هاو السيد جاي، نشوفو الطريقة اللي غيجبد بها. واتس يور نيم؟ ماي نيم از شيرباز. شيرباز؟ يس. ماي نيم از ياسين. ياسين؟ Yeah. Are you Muslim? Yes. Okay. I'm from Morocco. Morocco? Marrakesh. Marrakesh? Yeah, Marrakesh. Yeah. What is the name of the village? Rahimabad. Rahimabad? Yes. The place is called Rahimabad. When my son is coming. Yeah. And, Apple. No, no, take, take. Take. Take, take. I have many. You have many? Okay. انا كلشي عنده التفاح هنايا في الدار لانه كيزرعوه بزاف. شكريا. ثانك يو فيري ماتش. وجبت لينا. نو نو اتس اوكي، ذيس وان از جود. ثانك يو. ثانك يو. يا بس شكريا. اي اوريدي ايت بريكفاست، اي اوريدي بريبير ات. وير يو جو فروم دايركت مراكش؟ ام جوين تو افغانستان. يا مراكش، يا مراكش بيبل. See you, yeah. Marrakesh is also peaceful. Yeah, peaceful, yeah. Peaceful. You have also grape, many grape there. Yeah. Apple is available? Yes, in the mountain. Achha. Yeah, many apple also, yeah. I slept here. Yes, I see. You see me? When? Yesterday morning? In the morning? No, night. Night, yeah. Is there fish in the river? No, no, no fish. There is no fish? Or tilapia, or Atabad Jil. Atabad, fish. So what was Amal had nahr? The Hunza was فيها فيه الحوت. قال لي إنه اللي كنت في هذيك البحيرة اللي كنت صورت هذيك النار هذيك الزرقاء.
تما فين كاين الحوت. انا دابا في واحد الطريق ما بين جاكلوت وساكاردو، فخرجت البارح من هذيك البلاصه اللي نعست فيها، ما صورتش لكم تقريبا النهار كامل، لحقاش هذيك الطريق نفسها هي اللي كنت درت من قبل فاش كنت طلعت للحدود ديال الشينوا، تقريبا شي 300 كيلومتر مشيتها وعاودت رجعت، يعني اكثر من 300، يعني اكثر من 600 الي وروتور، يعني 320 في 320. هاد الطريق هادي كتبدا من واحد البلاصه سميتها جاكلوت وكتمشي حتى لساكاردو، ونعست هاد الليله هنايا جنب النهر ديال السند. تبارك الله هاد النهر ديال السند داير بحال شي بحر، هذاك الصوت ديالو والله الا كيتسمع بحال المواج. هو هذا نهر السند، عاود تلاقيته هنايا، كتبقى غادي على نهر السند حتى لهذيك المدينه ديال ساكاردو، من ساكاردو عاوتاني غنجيب الدوره هكا، لحقاش فاش كتوصل لساكاردو من الجهه الاخرى كاينه كشمير ديال الهند، يعني اللي من جهه الهند ما عندك فين تكمل من هاد الجهه هادي، فانا خصني ندور. وحتى الا بغيتي تدخل الهند مثلا من هاد الجهه هادي ما كاينش شي حدود كاع، لحقاش راكم عارفين كاينين مشاكل في كشمير، فهاد المنطقه صافي كتوصل ساكاردو كتجيب الدوره من واحد الجهه الاخرى باش مزيانه ما ترجعش من نفس الطريق. كاين واحد الطريق اخرى كدوز على واحد ناسيونال بارك سميتو اوديسي واقيلا بحال هكايا، من تما غادي نكمل واحد البلاصه سميتها تيليشي. يعني في المجموع من هنايا حتى لهذيك تيليشي تقريبا ما تكونش 340 كيلومتر هكاك. هاد القهوه هادي يلاه فتحوها هنايا ومقادينا مزيان، وكاين خدامين فيها جوج الناس فرحانين بهاد القهوه اللي قادو هنايا، كيف ما كتشوفوا مصايبينها مزيان ودايرين بزاف ديال الورد هنايا، وهاد الشجر هذا اللي كاين هنا كامل زارعين وراه زارعين عاوتاني من تمايا، كل صباح كيمشيو كيسقيو هاد الشجر هذا وهاد الورد. كاين واحد الشلال نازل من الفوق هنايا وكينزل لهم الماء هنايا. ها هي الساقيه فين جايه. هاد القهوه عندهم ماكله زوينه، واخا جات هنايا غير في يعني في الخلا ما كاين والو، هنا ما كاين لا فيلاج لا والو، هي هادي كيجي الماء من الفوق كينزال هنايا وكيسقيو به هاد الشجر هذا. ممكن انواع واشكال هنا. دابا انا فشي 1380 متر، وهاد المدينه ديال ساكاردو جات فشي 2200، يعني هاد الطريق كامله من 1300 غتبقى طالعه دقه 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 حتى نوصل لساكاردو ل 2200. هادو هما الناس اللي عطاوني البلاصه نخيم فيها. واتس يور نيم؟ نام جاي جولزومان. جولزومان؟ اه جولزومان ابو تباد. هاد السيد هذا من ابو تباد. اه عبد الله ماني ماني بتاعي. حميد راجو. حميد راجو فروم جلجت. حميد راجو فروم جلجت بلستان. يا يو ار فروم ذا فيلج. وات از ذا نيم اوف ذا فيلج؟ انصار كامب واتر فول. انصار كامب. انصار كامب. انصار كامب ذيس بليس نيم. اه اوكي جود جود. ذيس ون اف دبليو او. اف دبليو او. اه واتس يور نيم؟ نعم نعم سلمان. سلمان اوكي نايس تو ميت يو، ثانك يو فور ذا بليس جيفين مي ذا بليس. از يو ذا تشيف؟ تشيف. اه يور فود از جود. يا ماكلة عنده زوينة هنايا، هذا هو الشيف اللي كيطيب من ابو تباد. هذه البلاصة كاين واحد البراج ديال البوليس تمايا، صراحة كنت نظن أنه التخيام غيكون في هذه المنطقة صعيب، صح البوليس كاع ما كيتسوقوك هنايا، كاع ما تيوقفوك كاع حتى يسولوك على الباسبور ولا شي حاجة. في هذه المنطقة ديال جلجت بلستان كاملة ما وقفونيش فيها البوليس كاع، سولوني ولا شي حاجة. شي مازال في المناطق الآخرين بحال كيبيكي وهداك الشيء تقدر تما مع تحط الخيمة مع يجيو عندك، فهنايا ما تسوقونيش. كنت نظن أنه يعني مع غنحط الخيمة يجيو البوليس ولا شي حاجة، ساعة ما كاينش اللي جا عندي كاع. دابا هذاك السيد اللي من ابو تباد اللحية، هذاك السيد سني، ابو تباد الجنوب سنة، وهذاك السيد الاخر اللي قال لنا من المنطقة هنايا هذاك من المنطقة هنا هذاك شيعي، ولكن هنا بالزوين في باكستان ما عندهمش هذاك الفرق، هذا سني هذا شيعي، كيما شتي راه خدامين بجوج هذوك الناس. انا هذيك القهوة ديالهم بجوج. وقفت في واحد الفيلاج هنايا مول الحانوت بغا يوريني شي حاجة. اه هادو احجار ديال هنايا كوارتز. عندنا في المغرب حتى بحال هادو اول كوارتز. ذيس از فروم ذا مونتن.
موجود عندنا في المغرب هذا النوع حتى هما هنا عندهم. What is name of the village? Village name? Ha? Hanuchal. 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 Village name Hanuchal. Haramush. 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 Hanuchal Haramush. Hanuchal Haramush. Ah. What is name? Jabariyat. Jabariyat. شوفوا في الضوء. خرجوا الشمس فيها تبان مزيان. جبريات. آه فيها الكوارتز هذه. This is quartz. No. Not quartz. This is a fixing in this stone. Ah. This is from mountain here. This is from mountain. This is a natural fixing in this stone. Ah. This is. Ah, so this broken. Is coming from here. Broken. Ah. This is broken. But how did it come from? This is broken here. Ah. This is broken. Okay, بس وقيلة. مهم هادو كيكونوا لاصقين في هاد الحجرة، الكوارتز كيكون لاصقين في هاد الحجرة. وكيحيدوهم. This is ecomarine. This ecomarine. Ecomarine. Ah, ecomarine. So you said this. In this mountain. Ah, in this mountain. This mountain. Blasting and cutting to bahar to andar. Hello, hello. Chamu mo kaya dress long limbs eh. Dahko. Kung kasi mo mo kita asro mo siya dro. Tana yad halak ko. The gift na cutting to lakas. To ring. Ring, ring. So this ring. One is from here. Ni, no. Cutting to lakad. Ring, lakad. Chakadwe, zama, shisis la, lucha. Cutting. Are you like lakad, ring, tapsi, anything to make this? Anything, anything that's. But this is not this. Not this. This is different. Yakut. Roda. Yakut. No. This is a. Hakik. عقيق يمني يمن يمن this is from يمن يمني هكي هذا العقيق من اليمن but this from here this from here in Morocco we have also many of quartz from the mountain عطاني هذه كادو تفكروا بها what's your name طالب حسين طالب حسين this is طالب حسين you find this you Imran Khan عمران خان اه عمران خان هو الرئيس اللي كان قبل ومسجون is in the prison now prison of Pakistan وفي الحبس دابا الرئيس اللي كان داترا عمران خان داترا نو داترا نو داترا داترا عمران خان قال لك عزيز عليه هو عمران خان عمران خان زنده بعد Thank you for the gift. Okay. So I will keep it and I will take it with me to Morocco to remember you. Mr. Talib Hussein. Thank you very much, brother. Thank you. Thank you. شاكشكم بحال هكا او في اللاصق. كيهرسوها وكيجبدوها هذا. هذا الفيلاج هذا كيزرعوا فيه الرمان بزاف كاينين بزاف ناس كيبيعوا فيه. Oh, this is Japanese fall. Japanese fruit. Which one? This one. Japanese fruit. شوفوا الفاكهة اليابانية. This is mango, no? This is Japanese fruit. Japanese fruit. This one. This one is mango. It's not mango, this one. Mango. Mango, no. Okay. Can I get one? What? Let me take you. I take you. Oh, just here, no. Oh, yeah, it's okay. Oh. This one, No, it's okay. It's okay. It's okay. No, it's okay. It's okay, my friend. How? هذيك يسميوها الفاكهة اليابانية. وهذه راهي هي الكاكي على ما أظن. مازال ما طيباش، كيحسب ليها طيبة أنا. غالبا هي الكاكي هذه. هنا كيقولوا لها جابانيز فروت. وهذا الرمان هنايا. هذه المنطقة فيها الرمان بزاف. هاي شكريا، أولي وان. Thank you, brother. Just come. Ani bo balo, ani bo. Do, yeah. Ano wala, ano balo mo. Ano hindi tag balo kanta. Kirbi, hindi kala aro.
فايتر هنري يا اللي جبد كبير يا بيك تبصوا له لا وحده بالك ما عنديش فين نهز اه انا ثانك يو اي هاف قول لي وانا اه شكريا هاد المنطقه ديال جلجت بلستان فبزاف ديال القبائل يعني مخلطه فمثلا هنا كاين الشينا شينا كي اشنو ودي كوليتي شينا 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 دانو دانو كيقول لي دانو هذا يعني الرمان دانو بالاردو اردو انار انار يا هرميد شيناد هرميد 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 اه هرميد هرميد ياباني فل هرميد كي كيقولوا لي هرميد 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 انجلش تماتو تماتو شينا بلوغون بلوغون اردو تماتر 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 مراكش مروكو يقول لك ماتيشا 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 العربي طماطم عربي طماطم الاردو طماطر طماطر العربي زمان بالاردو كيقولوا له ماتيشا طماطر يعني حيدوا الميم وداروا الراء يعني بين الكلمه من العربيه هذه الطريقه هذه اللي كتجيب من هذيك المنطقه ديال جلجيت ولا جاكلوت السكردو هذه اللي قدامنا هنا فهي راه يلاه قادوها غير في 2021 طريق مازال جديده الدري هذا عنده 6 صباع في رجليه نظرة من يو كاتيت يو دكتور كان عنده حتى هنا كان عنده 6 صباع وقطعوا لي جوج ليدين اوبريشن تو واحد من هنا ثاني واحد من هنا كان مشى عند الطبيب وقطعهم لي عنده نظر اوذر فيت لا ذا كات كات اولسو واي ذيس نو كات نو كات واي دكتور سي نو انا عنده 6 صباع في ليدي وفي رجلي يعني بربعه يعني 6 صباع ولكن ثلاثه قطعوا ليه صباع وواحد خلاه ما حيدوش له الدكتور مسلم 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 جود مروكو مسلم كانتري جود 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 السلام عليكم السلام عليكم هاو ار يو نظام الدين نظام الدين انا من ابني سولجر ريتاير ريتاير سولجر في هذه المنطقه هذه عندهم الماء مزيان ديال الشريب السلام عليكم في المنطقة ديال الهنزة قليل فين كتلقى شي بلاصة فيها الماء مزيان أغلبية الماء عندهم كيكون مخلط ما مصفيش هنايا كينزل هنا من الجبال يعني كيكونوا عيون وداك الشيء كيخرج الماء صافي يو ونت تو سي سامثين سي السلام عليكم مروكو السلام عليكم مروكو السلام عليكم مروكو السلام عليكم مروكو يا يو نو مروكو مروكو يا مراكش وين مروكي مروكي يدار بيتشي ها مروك مروك مروكولي مروكولي كاين شي بلاصه سميتها على مروك نو نو مراكش مراكش يو نو مراكش ولا ماما جيكران محتاج مساعده الو شي كانتري نمبر الو ماي فران هاو ار يو جود فرا يو فرام ام فروم مروكو اي يو نو مروكو You from Morocco? Yeah. Oh, fine. Morocco is a very international is a publicity, highly publicity. Morocco. Yeah. What is? Morocco is. Which continent? Pakistan. No, Pakistan. Pakistan is country. Pakistan is more better than the your country. Yeah. Because yeah. Our people are very polite, good, social, and everything. Yeah. My country also is social. No. Your country is limited, but our country is not limited. Your country is limited there, they will not provide a passport and everything to other countries. But Pakistan will provide different people from different countries, easily access. But your country will not provide easily access to... But I'm not from Europe. Huh? Me, I'm not from Europe. Here? From Morocco is not in Europe or America. What is your country name? Morocco. Morocco. You know Morocco? Morocco located in America, US. No, well. No, it's in Africa, North Africa. African, North African. Yeah. Basically from you, North African. تخيل في الاول بدا كيقول لي هو ما عرفش اصلا المغرب فهمتي هكا يهضر كيحسبني شي اوروبي ولا امريكي دابا بلادي احسن من بلادك بلادنا حنايا سوشيال زعما اجتماعيين والناس مزيانين وكذا
واي فهمتي دابا الناس حاقدين على اوروبا وامريكا انا على السياسات ديالهم فهمتي قال لي زعما الباسبور ما كيخلوش زعما الناس يدخلوا زعما ماشي ساهل باش تدخل زعما اوروبا ولا امريكا انا سمعتو كيهضر على الباسبور وكذا عرفتو ما عرفتش المغرب فين كاين كيحسبني شي اوروبي داكشي علاش قلبو عامر مسكين هاد البارتي في الطريق كامل طاح على الجبل هنايا شي بلايص ما بقاش كتبان الطريق كاع بحال هنا نيت راه دا منها النص كنظن هادشي كيطيح فوقيت ديال الشتا كاينه الحرارة عطينا هنا 37 درجة كتحس بلا راه كاينه الحرارة نيت الطريق دائما غادي بحال هكا ما بين هاد جوج جبال وصلت واحد التراك ستوب هنايا كيديرو فيها الماكلة خديت من عندهم هاد الحمص تشانا هذا تشانا تشانا تشولا تشولا عنديس نيجو اتشار اتشار انا هذا اللي بغيت كولا انار اتشار 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 انار هذا انار رمان انار هذه سميتها اتشار 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 هذه بنتي وقال فلفله هذا سلام خان هذا سلام خان عمران خان عنديو عمران خان بريزيدنت President Imran Khan duplicate. Hello, Aziz. I'm Imran Khan. What's your name? My name is Mohammed Sharif. GB. Mohammed Sharif. GB. Yeah. You're from Balistan. Yeah. Sharif. GB. Yeah. Mohammed Sharif. GB. You're from Balistan. Yeah. Shengas Valley. We're from Shuyo. What's your name, sir? Adil Shah. Adil Shah. I'm Chairman Ghulam Rasool. Gilgit Balistan. Yeah, Gilgit Balistan. هاد الناس هادو من هاد المنطقة هادي. أنا هاد لا ريجيون كاملة اللي فيها الهونزا وهاد سكردو. كاملين سميتهم قلقيت بلستان هارز بلستان هار بلستان دابا كتسمى هاد منطقة الشمال قلقيت بلستان كاين الجهة ديال قلقيت هي اللي كنت فيها وهاد الجهة ديال ساكاردو سميتها بلستان قلقيت ريجن فينيش ديس بلستان ديس از بلستان يا ساكاردو يا هاد خاص فيليج اب بلستان ديس يا هاد ديفيجن ديفيجن يا ديفيجن من هنا كتبدا بلستان هاد البلاصة اللي كيوقفوا فيها الكاميوات كيتغداو فيها هي اللي لقيت هنايا المهم نضربوا الحمص هذا الحمص هذا عندهم بزاف هنايا تما مشيتي كتلقاه باكستان كامله زوين وهنا يا روتي ديما كيجيبوا لك سخون هذا الخبز هذا زوين ها تندور كاروتي تندور كاروتي ها كيطيبوه في هذاك الفران اللي كدار فيه هذيك اللعيبه انا نوريكم ها هو السيد كيطيب فيه هنايا شي نشوفوه السلام عليكم وعليكم السلام انزل نو بروبليم No, 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 no problem. This is tandoori roti. This is tandoor. Yeah. This trick. هذا هو الفران اللي كتعيبوا فيه. أبي روتي لغاتا هنا. سير صاحب. يه باي. هو يورينا كيف يستقعدوا. يه إس بلين. بلين يقرصوا هنا. يه هذا. Where you come from? I'm from Morocco. مراكش. مراكش. You know مراكش? Yeah. تقول لي مروكو ما كيعرفوش مراكش يا مسلم مسلم yeah. تقول لي مروكو ما كيعرفوش يعني مراكش كيعرفو ما تقولش لي علاش كتقول لي مراكش راه هنا كيسميوه مراكش yeah. عشان بحال ايران تدير لها الطريقه هذه وكيلصقوا في هذه العيبه هذه وكيدخلها هاد الطريقة هاد الفران هذا كتشوفوه في جميع البلايص في باكستان باكستاني نان ها؟ باكستاني نان روتي روتي حتى في تشاباتي هذا هو تشاباتي دابا تحسب لي واحد النوع آخر حتى هو بحال هكا ولكن في كينيا وتنزانيا كيقولوها المسمن هنا المسمن ديالهم كيقولوا ليه باراتا يعني وفي تنزانيا كينا كيقولوا ليه تشاباتي ولكن هنا تشاباتي هو هذا الخبز هذا يعني خبز ماشي مسمن شكريا 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 ثانكيو في اغلب القهاوي كتلقى عندهم هذا الفران ديالهم يعني كيطيبوا الخبز ديالهم كتاخذ الخبز فريش يعني الله خارج من الفران فريش تشاباتي يا فريش شوغر هنايا الا بغيتي تدخل تجلس هنايا ولا تنعس تكا مع راسك وهذاك الشيء اللي غندير واحد الديور في مبنيين ديال التراب كاين ساكنين الناس راه واحد السيد فين كيتمشى كيحسب ليا خاوين
ماش كيفاش كيدير كيقطع الجهه الاخرى، غتكون شي طريق وقيله غالبا، غتكون شي قنطره ولا شي حاجه، وما كاين والو هنايا، منطقه صعيبه ساكنين فيها، الحجر بزاف كيطيح من الفوق. شرا شحال ديال الحجر طايح هنا، هو كيبان راهو كيبان طايح على واحد الدار، راه الناس من نازلين غالبا، هاد الناس هادو غيكونوا كيخدموا على الاحجار بحال هذاك اللي عطاني السيد ديال الكوارتز. وما كاينين اشكال اخرى اللي غاليين، كاين اللي كيخدم فيهم دابا هنايا في هذه المنطقه هذه. أغلبية الناس هنا ديال الدواور كيستعملوا الماطر كوسيلة ديال النقل ديالهم اليومية. خاصني نشوف شي بلاصة فين نعس قبل ما تطيح الظلمة. كما كتشوفوا الطريق هادي صعيب باش تلقى شي بلاصة تخيم فيها، والأماكن اللي كتكون فيهم شي بلاصة مقادة كتلقى الناس شي دوار ولا شي حاجة، أن هنا ما كاينش فين يبنيو. صباح الخير، كاين واحد القهوة هنا لتحت، أنا طلعت هنا ونعست. دابا كاين هاد جوج جبال اللي كتشوفو هنا، واحد من هنا وواحد من هنا، والطريق غادي من الوسط. هاد السلسلة هادي اللي قدامي هنا هي الهيمالايا، وهادي الكاراكورام. الكاراكورام فاش كنت في الطريق الآخر قلقيت ومشيت للحدود ديال شينوا، فكنت غادي مع هاد السلسلة الكاراكورام، وكانت واحد السلسلة من الجهة الأخرى سميتها هندوكوش. دابا أنايا في هاد الجهة ما بين جوج سلاسل، عاوتاني هنايا هنا كاين الهيمالايا وهنايا الكاراكورام، غادي ما بين جوج ديال أكبر السلاسل في العالم، يعني فوق 8000 كيوصلوا هاد السلاسل ديال الهيمالايا والكاراكورام، يعني هما الأعلى في العالم كامل. كاين الحركة، راه الناس فاقوا ناس في الزنقة هنا دابا. السلام عليكم، صبخي مع مع قال لي صور المعزة. الناس دابا بداو كينزلوا كيخرجوا من ديورهم، الشارع في الناس البنادم، كاين الناس كيسكنوا هنايا الفوق، كاين عاوتاني هذا كيسكن هنايا الفوق. جماعة الباكتاج ديالي غادي ننزل دابا باش نفطر، هادي هي القهوة، هادي بيكالا. بيكالا خليت فيها كلشي، راني داير الطاقة التامة هنايا، كاين بيسي كاين كلشي هنا، ولكن هنا الناس ما يهزوش، ناس متقين هنا الطاقة والله. هادوك الديور اللي كنت وريتكم مبنيين تحت من الجبل فهادوك فيها الناس خدامين على هاد الحجر هادا، كيطلعو تما وكيرجعو يجلسو تما في الديور، يعني غير الدراري ديال ناسهم كيخدمو تما وساكنين تما في هادوك الديور. هاو كيصايب ليا في البراطا ديالي، وغادي ناخد معاه اومليت. بلاطا براطا هادي ديالي واحد الاومليت وشاي، هذا هو الفطور يعني ديال ديما. جابجون بيابجون جابجون بيابجون 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 بيابجون، هذا اومليت كيقولوا ليه بيابجون. شاي 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 يا شاي واتا شاي واجد شاي واتا 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 اوكي تشاكنا لارو تشاكنا كارو تشاردن لارو تشاردن لارو 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 ها تشاندرن لارو تو سوداتو كيدو خالي السيد شكريا يا شاي شاي ثانكيو ثانكيو. هاد البراطا هادي كل واحد كيفاش تيصايبها، يعني كاين اللي كيقادها دايره، كاين اللي كيقادها مربع، كاين اللي كيقادها شكل اخر. في الطريق هادي بعض المرات كتلقى الفيلاجات دايرين بحال هكا، عرفتي راه المساحة عندهم قليلة هنايا، يعني فاش كيلقاو شي بلاصة ممكن يزرعو فيها كيزرعو فيها، شتي الجبل اللي زارعين فيه راه واقف بحال هكا، أما عاوتاني زارعين لا، عندهم مشكلة في المساحة هنايا، كاين الجبل من هنا والواد من هنايا، كما كتشوفو من لها راه مكاينش اتساع، هنايا شوية يعني كاين شوية فاستغلوه وزرعو فيه. عرفتي واش كتسمعوا واحد الاصوات بحال الامداح،
ربما احتفالات ديال الذكرى ديال المولد النبوي، فحتى هنايا في باكستان كيحتفلوا، ولكن هنا الشيعة ما عرفتش واش هادشي ديال المولد النبوي ولا شي حاجه اخرى. وفي هذه الطريقه هذه فخاصك ديما تكون كتنطق الشهاده مره مره، فهمتي؟ كل اربع ساعه نص ساعه والله الطريقه هذه زعما في اي لحظه تقدر تطيح لك شي حجره، الله شاف اي لحظه اجل اللي كتشوف الفوق تبان لك الحجر راه على سبه هنا، يعني انت وزهرك غدوز يا غتموت وكامله بحال هكا، زعما ماشي كتقول كتولف، ماشي كتقول لا غندوز هاد البارتي وصافي، يعني ما غيبقاش الخطر، الطريق كامله غادي على الخطر، صافي خاصك تولف تعايش مع الخطر. فيلاجات زوينين عندهم هنايا. دابا هنا الشيعة في هاد المنطقه هذه ديال سكردو مختلفين على الشيعة ديال الهنزه، هادوك ديال الهنزه اسماعيليين. هنايا حاجه اخرى، هنا شويه الناس شيعة محافظين، في الجهه الاخرى لا كتلقى العيالات طالقين شعرهم وبزاف ديال الحوايج مختلفه، هنا شويه الناس كتحس بهم محافظين. بحال البارح واحد السيد، كان واحد العرس البارح في هذيك البلاصه اللي نعست فيها، السلام عليكم، كانوا تيطلقوا البارود ولا مع القرطاس، المهم كنسمع باق باق، فسولت هذاك السيد مول الحانوت اللي كنت نعست عنده ويقول لي قال لي راه كاين عرس، قلت له واش كاين شي احتفالات وكذا وكاين زعما شي موسيقى يعني وهذاك الشيء، قال لي لا لا، قال لي غير 10 دقائق وكيسالي، قال لي غير هذاك البارود وهذاك الشيء صافي. قلت لي علاش ما كديرش موسيقى؟ قال لي لا حنا شيعة زعما ما كنديروش موسيقى. غير من ورا هاد الجبل هذا دابا الكراكورام كما قلنا قويا هذا الهيمالايا، دابا طلعنا من ورا هاد الجبل وزدنا واحد شويه لقدام غنلقاو الهنزه، يعني ما بعيداش من هنا ومختلفين عليهم. هنا بزاف الناس كيبقاو يجبدوا لي هذاك عمران خان، اكيد اللي كيعرفوا وقيلا هو الرئيس السابق ديال باكستان، ولكن كانوا شدوه في الحرب هنا الناس عزيز عليهم. من بعد عاد فهمت علاش، لحقاش هو اللي قاد لهم هاد الطريق، هاد الطريق تقادات غير في 2021 100% هو اللي غيكون قادها، في يعني في يعني فاش كان هو في الرئاسه فين تقادات هاد الطريق، فهداك الشيء علاش الناس عزيز عليهم. ودابا الناس هنا راه ما عندهمش الانترنت، ما كاينش الانترنت والو، كتلقى بعض المرات غير الريزو باش كيهضروا صافي الو الو، وكاينين السكان زعما. والانترنت حاليا راه مهم يعني بالنسبه للناس، فهمتي؟ لان مثلا دابا الناس هنا كيخدموا على الاحجار، فاللي بغى يبيعها خاصو الانترنت، الا ما كانش الانترنت غيبيعها بثمن رخيص، اللي جا عنده غيبيع ليه، غيولي باغي يتفك ولا خاصو يمشي يسافر باش يبيعها، الا كانت في الانترنت فغيحطها في الانترنت الثمن اللي بغى وغادي يبيع. يعني الانترنت دابا مهمه في بزاف الحوايج، مثلا حتى الدراري اللي كيقراو وكيقلبوا على شي ابحاث ولا على شي حاجه فضروري الانترنت، يعني دابا الطريق كامله ما كاينش، دابا يومين ما كايناش الانترنت. ملي دوزوا لهم بعد الطريق راه مزيان، اما ملي ما كانش الطريق هنا ما عرفت كيفاش كانوا الناس دايرين، الا مرض شي واحد مع فيلاجات غير صغار ما كيكونش السبيطار وداك الشيء، شي مرا بغات تولد شي حاجه. هاد السيافر هادو ديال الكاميوات باز ليهم مع الطريق هذه، عشرة صعيبه ها واحد اخر كيجي اسرا كيتم جاي دقه دقه شي البربريز ديالو دار ليها بلاستيك عم دي باني الوقت انا ندوبلو هذا هو زي واحد اخر وقال هنايا. هي الطريق مزيانه غير بعد بعض الفيراجات كتكون شويه خايبه بحال هكا ما مقاديناش. هادو واحد الكاميوات شكل تيكونوا مزوقينهم بحال الكاميوات ديال المغرب، هذا سميتو هينو. السلام عليكم، هاو ار يو. عندهم هذيك اسيزي وعندهم ميتسوبيشي، ولكن هنا ما كايناش السيزو والميتسوبيشي، هادو شي ماركات واقيلا ديال الشينوا ولا شي حاجه. السلام عليكم. تيكونوا عامرين بالزواقات هادو، راه شويه راه كاينين شي واحدين اخرين كيبان لك اشكال عاطل العين من بعيد كتشوف كيبان لك اشكال. ما بقى والو دابا على غروب الشمس، دابا الساعه شي 6:45 غادي جنب هاد الفالي هادي كنقلب على شي بلايص ندير الخيمه، كاين شويه ديال الدور هنايا ولكن ضروري غادي نلقاو شي بلاصه. هاد الطريق زوينه الصراحه ما فيهاش الضجيج بزاف، خاويه الفيلاجات قلال، مازال دابا اليوم شويه لقيت الفيلاجات، البارح قليل الفيلاجات، عكس هذيك الطريق الاخر اللي غادي حتى للحدود ديال الشينوا تما عامره وسياحيه، فيها السياحه الداخليه والخارجيه، تلقى بزاف ديال الناس يجيو من برا باكستان
هنا العكس، هنا قليل كاين الباكستانيين بزاف كيجيو هنا، ماشي بزاف وانما كنتلاقاهم مع اليوم المولد النبوي، فعندهم عطله كنتلاقى الناس بالطوموبيلات او واحد بالموتور. دابا هذا باكستاني او واحد اخر، هذا من نفس المطر، بزاف ديال الانواع ديال المطر كيسافروا بهم الباكستانيين، من المطر الصغار حتى الكبار. تلاقيت اليوم واحد باكستاني كيهضر بالعربيه، عاش شي 15 عام في دبي ومزوج جزائريه، جوج اللي تلاقيتهم مزوجين جزائريات، هذاك الباكستاني اللي عايش في الانجليز وهذا في دبي. المهم قال لي 15 عام في دبي، يقدر يكون حاليا عايش في اوروبا ولا شي حاجه. اوكي هضر بالعربيه، انا كنحسب ليه شي عربي، ماشي ديك العربيه اللي كيهضروا بها الاغلبيه ديال الباكستانيين والهنود في الخليج، لا هذه عربيه انا كنحسب ليها شي عراقي ولا شي حاجه، عربيه عنده مزيانه. حتى قال لي باكستاني صدم، قال لي راني 15 عام في دبي، قال لي عنده موتور كبير سوزوكي يعني نوع مزيان. طريق مازال جديده، ممكن نقطع الجهه الاخرى، كاينين بلايصات ولكن كيفاش غتقطع؟ راه واحد الشلال فين كاين، ما كاينش قناطر بزاف. كتبان لي هنا مزيانه، كتبان لي غندخل هنايا حدا المسجد، بحال شي زاويه هادي كتبان لي مصبغين هذاك الشيء بالخضر. 100% غيكون شي زاويه ديال الباكستانيين. هاي كاينه واحد اللعيبه هنايا، نشوف شنو فيها. الرايه ديال الشيعه دائما كيكونوا معلقين هاد الرايات، حمرين مره كحله مره صفراء الوان. هنايا لا باش يدير شي صدقه، شي صدقات شي حاجه بحال هكا، امام زمانه علم كميت قائم اباد. راه بحال في شي صحراء، شو الرمله والله الا رملانيش. هذه الاطلاله هنايا، غادي ندخل نشوف شنو كاين هنايا. كيبان لي هادشي مهجور، ما كاين حتى شي واحد. في القديم كانوا كيسدو هنا شي كاين شي بارير، ولكن حاليا لا اظن انه كاين شي واحد. السلام عليكم، ما كاين حتى شي واحد. 100% كانت شي زاوية هنايا، أولا العسكر ولا شي حاجة. يا أيها الصالح، شي ولي صالح هنا، هاي في المكتوبة رايا. لقيت واحد البلايصة هنا مخبية شوية على الطريق، كبير الناس كانوا شي يبنيو هنايا ولكن ما كملوش، تكون جرات عليهم شي حاجة هنا، يكون جرى عليهم شي جن ولا شي حاجة هنايا. كيبان لك داكشي ما كاملش، بزاف ديال البلايص، كاين حتى واحد البنايه هنايا، ها هي هنا كتبان نقيه ومزيانه هنايا، لازم بهاد الصخره هادي. قضيت الخيمه دابا، هو ما درتش في هذاك الباش فوقيني، لانه هاد الايامات ما كاين لا شتا لا والو، وهاد المنطقه اصلا ما كطيحش فيها الشتا كثيرة، يعني في العام كامل ما كطيحش بزاف. مازال شبعان، ما غنطيب العشاء لا والو، مازال عندي داك الرمان اللي كان عطاني السيد البارح، مازال ما كليت منهم حتى وحده. فالعام كامل هاد المنطقه على ما قالوا لي الناس ما كتكونش فيها الشتاء. جاب الله عندهم هنايا بعدا الواد والما كينزل من لي كلاسي يعني باش كيسقيو وداك الشيء. اما كانت غتكون بحال شي صحراء هاد المنطقه هادي كون ما كانش الواد. واحد الطوموبيله وقفات، غالبا غيكونوا غير العسكر ولا البوليس، ما عرفتش شكون هما والله ما عرفتش. داخل مع تفضل كتشعل الضو. السلام عليكم. How are you boss? I'm fine and you? نوقف. Good. How are you? سلام برادر. Good. نخدي ترى. نخدي. السلام عليكم. كيالي. خير. بخير. بخير يا.
تمام مية مية سيدي يا ستاي سليب سليب ها هوتل نو اه تنت This is my home. Okay. Yeah. Safe. Safer, yeah. Safe. No, what about the top of the day? So you are from country? Morocco. Morocco. Yeah. Cycle, Morocco. Yeah, from Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yeah, you know Morocco? No English. Morocco, you know country Morocco. You know? Yes, because you are from here. You are from the village? Village. Ah, Bashoeli. Bashoeli, this yes. one, huh? Yes. Ah, okay. Bashoeli? Weli. Bashoeli. Okay, good. How did you show me here? On car, you see me? Wow. See lights? Oh. Ah, okay. It's obsessed, huh? Yeah, good. Huh? Camera on? Yeah, camera. Say hello. Hello. How are you? Hello, how are you? I'm fine, thank you. Nice, what's your name? Thick, yes. Huh? What's your name? Khaybar. Khaybar? Yes, Ibrahim. Nice name. Ibrahim, nice name also. Yasin. Yasin? Yeah. Good name. Yes, good name. Okay, nice to meet you. Thick. Hi, have a nice night. Chabbeche. Chabbeche, yeah. شافوني الله يجزاك شافوني ما دابا خرجت من جبل الفوطه انا شعلت الضو اما يدوزو ما يشوفونيش اي شعلت الضو هذاك الشيء علاش شافوني هذه هي القنطره اللي كتقطع الجهه الاخرى من الله كاع هذوك الديور اللي كاينين لها واخا كتبان صغيره راه كيدوزو منها مطار الطوموبيلات حتى هما واقيلا كاين بزاف ديال الجيبات هنايا دابا هادا غيكونو كيطلعو شي بلاصة هنايا فشي جبل الفوق تبارك الله غالبا غتكون شي برونشمون هنايا من ها كيبداو من هنا البداية ديال شي طريق ديال شي بيس غالبا تكون هنا ولا شي حاجة السلام عليكم السلام عليكم كاملين جيبات وطيوتات فاش كتبقى لك تقريبا شي 20 كيلومتر على مدينة سكاردو ما كتبقاش الطريق مضيقة يعني ما بين جبل وجبل فكتجوسا هنايا تولي بحال شي بحيره هنايا فهذا نهر سندنيت هو كيكبر هنا يعني كيلقى واحد البلاصه اللي كيتسع فيها بلاد كاتبين بيوتي في البلستان بلتستان لوف باكستان هاي اليوم وفات لي الفيزا وعرفتي شحال من نهار دابا موقفونيش البوليس شحال شي 20 يوم حتى اليوم والله الا حتى النهار اللي وفات فيه الفيزا وقفوني ولكن ما شافوش بلا راه وفات عطيتهم قال لي عطينا الباسبور عطينا الفيزا عطيتهم ليهم وما قلت والو اي صوروا وبقى كيشوف ولكن ما دا ما جاب انا درت ليكستونسيون ديال الفيزا يعني تقريبا واحد شي 10 ايام هكاك ولا اكثر ولكن مازالوا ما جاوبونيش يعني انا دافع عليهم ومخلص كتخلص 20 دولار نفس الثمن ديال الفيزا حتى الفيزا دايره 20 دولار والاكستنسيون 20 دولار ولكن الاوروبيين كيخلصوا الفيزا 50 دولار حنا المغاربه 20 فسولت الناس فقبل ما توفى ليا سولت الناس على هذه القضيه واش غادي نولي غير قانوني ولا كيفاش قالوا لي ما حدك دفعتي الاكستنسيون قبل ما توفى لك الفيزا يعني غير بقى واخا توفى لك الفيزا غير بقى راه غيجاوبوك من بعد يعني ممكن انا مع 3 ايام ما عنديش الانترنت انا نقدر دابا نوصل شي بلاصه في الانترنت نلقى وصلتني ليكستونسيون هذاك الشيء علاش يعني هما غيديروا لي ليكستونسيون الفيزا غير هو الوقت اللي كتخاد يمكن حتى كتوفى لك الفيزا عاد كيقبلوا لك ليكستونسيون ولا شي حاجه بحال هكا فهاد البوليس اللي وقفوني وريته ما بيش نقول لهم راه الفيزا وافيه وهذاك الشيء لحقاش غيشدوني تما وغيبقاو يعيطوا على الشاف وخاصهم يعيطوا على الايميغراسيون يعني غيمشي لي نص نهار معاهم تما على والو
فانا عطيتهم وخليتهم هما يدبروا راسهم، قال لي الباسبور الفيزا جبتهم لي هاك صافي خليته شافها هي هذيك، ما شافهاش هي هذيك، كون شافها وداك الشيء كنت غنجبد ليه التصويره بلا راني مخلص و يعني درت ليكستونسيون قبل ما توفى الفيزا ومخلص. ولكن هاد البوليس ما كيعرفوش، يعني هما ماشي ديال ليميغراسيون، هما خصهم يعيطوا للشاف والشاف يعيط ليميغراسيون، يعني غيضيع عليا النهار هنايا معاهم. هذاك الشيء علاش فضلت ما نقول لهم والو، كون زعما عارف بلا هادشي اللي داير ماشي قانوني راه ما نبقاش، ولكن عارف بلا راه قانوني هادشي عادي، خصك تسنى حتى يقبلوا لك ليكستونسيون ديال الفيزا، يعني حتى يزيدوك في الفيزا. ما بين الحوايج الزوينين هنا في باكستان هي انهم ديما هنايا كتلقاهم دايرين الدرابو ديال فلسطين، يعني في بزاف ديال لوطيلات راهو ديال تركيا وحده ديال فلسطين الشينوا، كتلقى بزاف ديال الناس ملصقين الدرابو ديال فلسطين في الطوموبيلات، معلقينهم بعض المرات غير في الشوارع بحال هكا كدوز كيبان لك معلق الدرابو ديال فلسطين. ها هو واحد الدرابو اخر ديال فلسطين هنايا في الشارع، بزاف د المرات كنلقاه معلق بحال هكا في الشارع في الطريق في جبال الهيمالايا والكراكورام، هنايا يعني جوج ديال السلاسل. انا دابا تقريبا في ساكاردو، بقى ليا واحد 6 كيلومتر على السونتر. كما شفتو كنخرجوا من هذوك المضايق، يعني هذيك الطريق اللي ضيقه، هنا كتلقى منطقه شاسعه هنايا فين داروا المدينه، يعني الناس في القديم تلاميذ خارجين من المدرسه، باكستان كامله تلاميذ كيكون عندهم اليونيفورم بحال هكا. السلام عليكم. How are you؟ هنا يا الدراري كيلبسوا قميجات زرقين، الدراري مأدبين. السلام عليكم. احترام، ما كاينش هذيك بسالة في الطريق. السلام عليكم. What is that my friend؟ ديما كنشوفو معلقين هذيك اللعيبة نسولهم ديالاش. How are you؟ Good؟ السلام عليكم. What is this؟ This is Proctor sir. Pro؟ Proctor. Proctor. What is Proctor? What is the meaning of Proctor? What is Proctor? Proctor of the class. بحال قلتي وقال العارف ديال القسم. You not who is come, who is not come. Yeah. فهم والو. يس اوكي ثانك يو ثانك يو جود باي. كنظن هذا هو اشهر شارع عندهم في المدينه ديال سكاردو، سميتو بازار روت. بازار هو السوق، بازار حتى هما هنايا كيقولوها السوق. هاد الشارع هذا فيه كلشي اللي بغيتي تلقاه فيه، حوايج سودور ميكانيسيان اوتيل اللي بغيتي، ماكلة. كنظن ان المدارس عندهم هنايا العمومية ما مختلطاش، كاين مدارس ديال الدراري بوحدهم ومدارس ديال البنات بوحدهم. هذه تقريبا هي اخر مدينة منها للهند، فهاديك المدينة اللي كنت فيها من قبل سوست هي اخر مدينة منها للشينوا، وهذه اخر مدينه من هلا لهاد الجهه من هنايا في الهند. غالبا غتكون كشمير هذه اللي من هاد الجهه، لاداخ، من الجهه ديال لاداخ اللي جهه الهند. غتزيد واحد ربما شي 200 ولا شي 100 وشي حاجه تلقى الهند.